السلام عليكم. أنا هنا في منطقة منسية بحساب الزمان والمكان والوعي والشعور، منطقة باردة صامتة ومظلمة. بهذا الوصف كما لو أن الروائي اليمني بدر محمد في روايته بين بابين يصور حال المختطف اليمني ونداءاته من خلف أبواب كل ما فيها سجان. تشرق أنوار رمضان مجدداً ولا تشرق ظلمات السجن والسجان. يذهب الجميع إلى موائد الإفطار بعد غد، ولا تفطر الأمهات فرحة بعودة ذويهن إلى الديار الفارغة. أيدي الأمهات التي لوحت بالحرية منذ سنوات في شوارع صنعاء التي ضاقت فيها العدالة واتسعت فيها السجون، هي ذات الأيادي التي وضعت السمبوسة على أبواب مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إشارة جريحة على دخول رمضان الرابع على التوالي، بينما لا يزال المختطفون في قبضة سجان معلوم وسجون مجهولة. إلى جانب وقفات أمهات المختطفين، دعت منظمة سام للحقوق والحريات كافة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى المبادرة بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمعارضين والنشطاء، وإتاحة الفرصة للأسر اليمنية لكي يلتئم شملها مع ذويها وأبنائها في السجون، وإطلاق مبادرات للعفو العام منسجمة مع روح التسامح والعفو التي يتسم بها شهر رمضان. قالت سام في بيان صحفي صدر اليوم إن على جميع الأطراف في اليمن دون استثناء سرعة المبادرة للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية، واعتبار هذا الشهر فرصة جادة وواجبا إنسانيا وأخلاقيا من أجل إطلاق المعتقلين. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يفتح ملف المختطفين مجددا وهم يقضون رمضانهم الرابع على التوالي في سجون الانقلاب. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. المختطفين. أمهات المختطفين يضعن طبقا من السمبوسة الرمضانية أمام بوابة المفوضية احتجاجا على خذلانها لمعاناة أبنائهن الذين يقضي بعضهم عامه الرابع خلف القضبان دون أمر قضائي. هذا المشهد ليس من المجاز الخيالي، بل هو الواقع الأليم بحسب وقفة الأمهات في صنعاء. واقفات على أبواب الأمل يناشدن ما تبقى من ضمير إنساني، لعل النداءات المبثوثة إلى هيئة الأمم قد تحدث استجابة إنسانية تضغط لإطلاق سراح الذين باتوا سنينا خلف قضبان سجان غير متصالح مع القوانين والأعراف. رمضان هو الرابع على المختطفين في سجون الحوثيين، تحضر فيه مائدة الأسرة وفيها فراغ ذلك المختطف للسنة الرابعة. مختطفون لهم أبناء وأمهات، ولهم مساحات في منازل باتت خاوية على أبنائها، وبراويز صور مثبتة على الجدران تشير إلى التذكير الدائم بالغائبين. الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها أمهات المختطفين أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء حملت مضامين كثيرة، من بينها الضغط لإخراج أولادهن الذي يعاني البعض منهم ظروفا صحية وغذائية بالغة التعقيد، أقل ما يمكن وصفها بلا إنسانية. الستار الذي أزاحه جمال المعمري بعد خروجه من المعتقل وعليه آثار التعذيب الوحشي جعل الأمهات يضعن أيديهن على قلوبهن على في لذات أكبادهن في سجون سجانوها فارغو الأكباد والضمائر. لا يلوح في أفق المنظمات الإنسانية بما فيها هيئة الأمم ضغط ما أو توجه لإطلاق سراح المختطفين الصحفيين والمدنيين والسياسيين في سجون ميليشيا الحوثي، ولا بوادر إفراج في هذا الشهر الفضيل باستثناء الذين تم إطلاق سراحهم جثثا هامدة، أو أولئك الذين تم إطلاق سراحهم وهم معاقون جراء التعذيب. المنظمات الإنسانية تخلت عن الحد الأدنى من الجهد الإنساني لأجل المختطفين، ولم تسهم ولو من باب تسجيل موقف إنساني يتعلق بتحسين ظروف الاعتقال على الأقل والإشراف على أوضاع المختطفين الصحية. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سينضم معنا عبر سكايب دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي والمختطف السابق من كندا، وسيكون معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد القادر. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا دكتور. يعني تقريبا هذا رمضان الرابع سيدخل على مئات المختطفين في سجون الحوثيين، ما الذي يمكن قوله قبيل دخول شهر رمضان على من هم خلف القضبان؟ كل عام وانتم بخير وكل المشاهدين. اسمحي لي ان نبدا من الاخر. تفضل. من الاخر وبكلمات بسيطه وواضحه وحتى بكلمات عاميه ايضا.
ما عنديش مشكلة أنا باستعمال الفصحى، وأقدر استعمل الفصحى، ساعات استعمل الكلمة العادية باللهجة العامية لتوصيل فعل الصدمة، وللناس كلهم ما يجلسوش يتوهوا. أنا أقترح أنه قيادة التحالف ورئاسة الجمهورية اليمنية الشرعية ورئاسة حكومة الشرعية تستحدث كل واحدة منها منصب. المنصب هذا يكون اسمه الإفراج عن المخفيين قسرياً. هم معاهم نقاط في منتهى القوة يقدروا يتعاملوا مع مشكلة المختطفين قسرياً. التحالف الإمارات والسعودية دفعوا مليار دولار الشهر الماضي للأمم المتحدة عشان تجيبها لمنظماتها، ومنظماتها تصرفها في اليمن عشان يبطلوا زعيق على مأساة اليمنيين. معظم الفلوس هذه ستصرف في الأماكن التي تحت سيطرة الحوثيين، لأنه معظم سكان اليمن هم تحت سيطرة الحوثيين. هذا إن وصلت لهم يعني؟ بتوصل للحوثيين بطريقة أو بأخرى، فبس ما يوصلوا ناهب توصل حاضر مكانهم الناس الذين أنا فاهم قصدك أن الحوثيين سيستأثرون بها. نعم. لكن ما لا يجب أن يأخذوا فلسا أو سنتا واحدا منها إلا مقابل الإفراج عن المخفيين قسريا. في أي كلام، في أي تعامل دولي مع المنظمات الدولية ما يثنوش الحرف ولا الكلمة ولا النقطة إلا بعد ما يقولوا والمخفيين قسريا. ثاني حاجة، في حاجة اسمها صندوق التنمية الاجتماعي، هذا تابع للبنك الدولي. أنا من معلوماتي أنه الآن لا يعمل إلا داخل صنعاء، ومن معلوماتي أيضا أن الفلوس أو الأموال التي تصل إليه بغرض التنمية وبغرض التنمية الاجتماعية المشتركة مع المجتمع بتصرف كمرتبات للحوثيين. هذه نقطة ثانية، يعني ما حدش يقول لي ما فيش نقطة ضغط مع الشرعية ولا مع التحالف، إلا في الثالثة بنسمع الآن أن هناك فتح لبعض الرحلات لمطار صنعاء الدولي. لا مانع عندنا، بل نرحب، هم أهلنا، ويهمنا التخفيف على الناس المساكين والذين يريدون الذهاب للعلاج في الخارج والحالات الطوارئ، ونحن نعرف حالات شخصية كثيرة جدا يسافرون ويذوقون الأهوال للوصول صحيح. إلى شبام أو إلى عدن، وهم أهلنا أيضا. ولكن ممكن أن تفتح هذه الرحلات أو يسمح لهذه الرحلات مقابل الإفراج. يجب على المفوضية السامية للهيئة العليا للمفوضية السامية للأمم المتحدة أن تدخل في كل هذه الأشياء، وأيضا أن تدخل في زيارات للسجون والعمل على الإفراج على المخفيين قسريا. هذه النقطة الأولى. نعم، تستطيع قيادة الشرعية وقيادة التحالف ورئاسة حكومة الشرعية أن ما الذي يؤخرها إذن الدكتور عبد القادر؟ يعني طالما هي تستطيع لما لا تقوم بذلك؟ ما هيش محطوطة نقطة. يجب أن يستحدث هذا المنصب ولا يتم أي نوع من أنواع التحركات إلا بعد استشارتها كأنه فتوى. يجب أن تستعمل كفاءة، هل نتخذ هذا الإجراء يعني يا مسؤول المخفيين قسريا؟ وهذا الشخص يجب أن يكون متفرغا لهذه المسألة، ويجب أن يكون معه معرفة بكل شيء. ويجب هذه النقطة الأولى. إلا ممكن إذا أرادوا أن يحلحلوا هذا الملف وينهوا هذه المأساة. نعم. الحاجة الثانية، هذا المشهد الأول. أيوه تفضل. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، أنا شفت ناس محتجزين كرهائن ولا عملوا أي شيء، فقط لأن أخوه أو ابن عمه أو لأن أهل بلاده عملوا كذا وكذا. عندك حمزة القبيحي. حمزة القبيحي هو مختطف ومخفي قسريا لكي لا يتكلم أبي يحيى كان موجود في السجن، أفرج عنه بعد أكثر من سنة، واحتفظوا بابنه رهينة لئلا يتكلم. بالله عليك، احنا الان في القرن 21 يحتجز شخص رهينه، وانا على علم بعشرات الرهائن. هذا يسمى عقاب جماعي، ان تعاقب الاسره.
أن تعاقب الأسرة بجريرة أو بتهمة أو باحتمال، يعني هذا غير مقبول على الإطلاق. اللي بعدها واحد زي قحطان ولا زي الصبيحي ولا أنا الآن قبل شوي وصلتني تصلني رسائل طول الوقت يا دكتور كيف نعمل؟ كأننا أصبحت خبير في عمليات الإفراج عن السجناء. دائما معي يجب أن تذهبوا إلى تعملوا رأي عام ضاغط على لجنة التبادل في الأسرى، يجب على لجنة التبادل في الأسرى أن تتحرك، يجب أن تعسر قدر ما تستطيع وأن تبادل أهاليكم بأسرى الحوثيين. ممكن هذه الملفات كلها تتحرك، فقط تحتاج لشيء من الهمة وتحتاج بأنها أن تذهب إلى رأس الأولويات. نعم، إذا نسمح لي دكتور عبد القادر، أنا على تواصل مع أمهات المخفي. نعم، عند هذه النقطة دكتور، يعني رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم نفذت وقفة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقدمت لها صحن سمبوسة لها ولجميع المنظمات التي يعني تخاذلن عن يعني السعي الجاد وراء إخراج أولادهن. دعنا نستضيف معنا أم أحمد وهي عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء. مساء الخير أم أحمد. مساء النور أم أحمد، يعني لما نفذتن وقفتكن اليوم في صنعاء أمام المفوضية؟ ما الرسالة التي أردتم إيصالها؟ الأمهات اليوم قامن بتنفيذ الوقفة بلفت الأنظار إلى معاناة أبنائهن داخل في السجون، في سجون الحوثي، التجويع، الإهمال الصحي المتعمد، الظروف الاحتياجية التي يعاني منها أبنائنا داخل هذه السجون. فالأمهات أردنا بذلك لفت الانتباه ومناشدة المنظمات الدولية ومناشدة المنظمات الحقوقية بالعمل معهن على الإفراج على أبنائهن، وخاصة ورمضان الرابع على التوالي يأتي، وهناك من أبنائنا من يمر عليه رمضان الرابع وهو ما زال في السجن. وأنتم تعلمون ما لرمضان من قدسية ومن معاني روحية عظيمة بالنسبة لنا كمجتمع يمني. فاجتماع الأسرة على مائدة واحدة، اجتماع الأسرة قبل موعد الإفطار في دعاء مشترك، هذا كله تفتقده الأسر التي يغيب أبنائها الآن ويغيب عائلها أو أحد أفرادها في هذه السجون. نعم، إذا هل قابلتن أحدا من المفوضية؟ هل تم لقاءكن بأحد؟ لم نقابل أحد، لكننا بعثنا برسالتنا وبعثنا بشحن السمبوسة حتى يكون رسالة مننا واضحة من الأمهات إلى هذه المنظمات أن هذه هديتنا لكم، نحن لا نريدها. نحن في هناك أمهات أقسمت أيماننا لن تطعم السمبوسة في خلال شهر رمضان طالما وابنها في السجون محروم لا يكاد يجد ما يأكل. فهذه رسالتنا التي حاولنا إيصالها اليوم إلى المفوضية الثانية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات العاملة والتي نأمل أن تتحرك وأن يكون لها دور في إخراج أبنائنا من السجون. نعم، إذا ما هي رسالتكن أيضا للحكومة الشرعية التي يعني يجد البعض أنها متخاذلة في هذا الملف أم أحمد؟ نحن نتمنى من حكومتنا الشرعية القيام بواجبها تجاه مواطنيها. هؤلاء المختطفين هم جزء من مواطنيها وعليها مسؤولية أخلاقية تجاههم. فنتمنى أن تمارس الحكومة على الضغط الموجودة لديها، الدبلوماسية الدولية، وجودها في المحاكم الدولية، وسائل الضغط التي تستطيع بصفتها حكومة شرعية معترف بها أن تمارسها، ومع ذلك لا نجد حتى الآن يعني لا نجد أنها قامت بالحث والمناقرة لقضية المختطفين كما يجب وكما يتوجب عليها من خلال دورها ومن خلال موقعها حاليا. نعم، إذا بعثتنا ببيان سيدة أم أحمد يعني لهذه الوقفة، نتيجة هذه الوقفة ما كانت أبرز النقاط التي ذكرت فيه؟ أبرز نقاط البيان هي المعاناة أبنائنا الشديدة في شهر رمضان، التجويع الذي يمارس عليهم داخل في السجن، الإهمال الصحي المتعمد أيضا المتراكم مع شهر رمضان، المناشدة بأن تقوم هذه المنظمات بدورها معنا في المطالبة بالإخراج عن أبنائنا، يعني بيان أنه هذا رمضان الرابع والسجون ملأى بالمختطفين الذين اختطفوا بلا ذنب وبلا تهمة، ومع ذلك الأمهات يعني منذ اختطاف أبنائهم وهم لا يكل ولا يملن من الوقوف
والمطالبات بالإفراج عن أبنائهم. نعم. إذن أم أحمد، يعني أنتن كرابطة أمهات مختطفين، هل استطعتن الوصول لأي معلومة عن أبنائكن في السجون؟ أي يعني هل تعرف بعض الأمهات أماكن تواجد أولادهن، أم أن المسألة فعلا يعني مختفية عنكم تماما ولا تستطيعن الوصول إلى أي يعني أحد من هؤلاء الأولاد؟ بالنسبة للمختطف، غالب المختطفين إن لم يكن كلهم يمرون بمرحلة من مراحل الإخفاء القسري، أو أحيانا مراحل وليست مرحلة واحدة من خلال التنقل بين السجون من سجن إلى آخر. لكن كل ما تصنف معلومات عنهم هي معلومات مؤلمة مع الأسف، إما في فترة الإخفاء وإما فيما بعد، حتى حين يسمح لهم بالزيارة. يعني تقل أمهات الكثير من الأنات والكثير من التأنب من قبل جماعة الحوثي. أحيانا لا يسمح لنا بإدخال الطعام إلى أبنائنا، أحيانا لا يسمح لنا بالزيارة، أحيانا يعني نرى أوضاعهم، يعني تتعب قلوب الأمهات عندما ترى أبنائها بهذا الشكل. يعني أحيانا وأصلنا في رمضان السابق، في أبنائنا في الأمن السياسي كانوا يجوعون تجويع شديد، حتى لدرجة أنهم لا يجدون سوى الحليب والقدم فقط في السحور وفي الفطور. فهذا الشيء يؤلمنا كثير نحن كأمهات. سواء كان هذا المختطف مخفي أو حتى ظهر مكان إخفائه، ما زال الألم موجود في قلوبنا نحن الأمهات. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، ونسأل الله أن يقر عيونكن بعودة أولادكن. دكتور عبد القادر، يعني قلت أنت على تواصل مع رابطة أمهات المختطفين، وصباح اليوم ربما تابعت الوقفة التي قمنا بها وإرسال البيان وطبق السمبوسة بإشارة إلى عدم تناولهن لهذا الطبق المميز في رمضان لأن أولادهن لا يستطيعون تذوقه. ما تعليقك على هذا الموقف الذي يعني قمنا به اليوم؟ منظر الأمهات، أمهات المختطفين، من المناظر التي تأسرني. أمهات الأسرى منظرهن يأسرني، وهن من أنعم ومن أجمل المناظر في حياتنا اليمنية. آباء الأسرى لا يقدرون على أن يقوموا بما تقوم به أمهات الأسرى. أمهات الأسرى بطوابيرهن أمام الأمن القومي أو المفوضية السامية للأمم المتحدة، وبدقهن على الصحون، وبناتهن بالضفائر والشرائط، وأطفالهن بالشعر المنعكش. هذا منظر غاية في التأثير. يجب أن يستمرين في مثل هذه الأعمال، هن يؤثرن بنا. وهن هناك حالة فتور، الناس في حالة فتور، يعني من كثر العذاب ومن كثر الضرب ومن كثر قصص التعذيب الناس يفترون، وأعصابهم تصاب بنوع من التنميل بالسفعة. هذه المناظر تعيد الحياة إلى الأعصاب وتعيد القضية إلى الصدارة. أنا أرجوهن، هن تأثيرهن في غاية في القوة وغاية في التأثير، ولا يجب أبدا أن يتوقفنا، ويجب أن يبتكرنا. لعل وعسى قطع السمبوسة هذه تعجب المفوضية السامية وتكون طعمهن مليح في حلوقهم ويشعرون بقليل من الحياء. نعم. أنت قلت أن منظرهن مؤثر، هذا شغلهم. قلت أن يعني ما يقوم به هو بالغ التأثير دكتور، ربما التأثير علينا نحن المتابعين الذي لا نملك لهن شيئا، ولكن ما مدى تأثير ما يقومن به أمام المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، أمام يعني صلف الحوثي وجبروته في هذه النقطة؟ مؤثر مؤثر مؤثر، وحتى للقارئ الذي لا علاقة له بالموضوع، لو أحسن إبراز هذه الصور في وسائل الإعلام، وأنتم تشكرون في بلقيس على هذا المجهود، ونريد أن يصل إلى كل مكان في العالم. يجب أن هذه الحلقة أن تجد طريقها إلى كل هذه المنظمات، ويجب اقتراحي هذا أن يصل إليهم بوجوب مبادلة أي شيء يعطى للحوثيين مقابل، هم لا حق لهم بالقبض عليهم، وأيضا ليس فقط لا حق لهم، هم لا يستفيدون.
يعني هل تصدقينني أن هذا يصيبهم بالضرر؟ يعني طبعا. لما تخطف ناس أبرياء، إيش استفاد الحوثيين؟ سمعة رديئة وتعب، يعني لذة بس. يعني مثلا لما يكون قحطان محبوس ولا حمزة القبيحي محبوس ولا هذا الناس، كل البلاد بتقوم بالأدوار هذه. يعني هذول المئات أو الكم ألف اللي محتجزين في سجون الحوثي، ماذا سيضيفون من سخط ومن أذية؟ البلد كلها متأذية منهم والبلاد كلها ساخطة عليهم. إذا هم إيش يسووا بحق هؤلاء الناس؟ هل بيتلذذوا فقط بتعذيب الناس؟ هل يتلذذوا بتعذيب أهاليهم؟ نعم. إلا هذا مؤثر ويجب أن يستمرين. نعم، يعني الأخت أم أحمد تحدثت عن سوء المعاملة، خاصة التغذية بالنسبة لأولاد هؤلاء الأمهات، وهذا ما يشعرهن بالأسى تجاه أولادهن، خصوصا يعني في رمضان الشهر الفضيل الذي يعني تتنوع فيه المأكولات. ربما كثير من الأمهات يعني كما تحدثت حلفنا أن لا يطعمن كثير من مأكولات رمضان لأن أولادهن لا يتذوقون. هل يعني هل وصفت لنا كونك يعني سجين سابق، مختطف سابق، وضع التغذية والوضع الصحي للمختطفين في سجون الحوثيين؟ المختطفين في سجون الحوثيين في حالة جوع دائم. إذا وقعت في أيديهم كدمة من كدم العسكر يتذوقونها، لا يرضون أن يبلعوها، يمصمصونها كما يمصون قطع الشوكولاتة من كثر فرحتهم لو وقعت. وهذا يحدث بالصدفة العجيبة، لأن حتى الكدمة التي يتفضلون بها عليهم رديئة للغاية. رز وبطاط وفول. أنا لم أحضر رمضانا في السجن، يعني دخلت بعد رمضان وخرجت قبل رمضان، لكن كانوا يتغزلون برمضان لأنهم يحصلون على قليل من الشفوت. الشفوت خورة يتخورونها، يعني البعض يتخور اللحم، البعض لكن يتخولون قليل سحاوق وقليل شفوت. نعم. إذن برأيك دكتور عبد القادر، لما لا يبادر الحوثيون بإخراج هؤلاء المختطفين كبادرة حسنية لحلحلة الملف السياسي، أو حتى يعني كموضع قدم لدى الناس للمستقبل، يعني خاصة في رمضان هذا الشهر الفضيل الذي يعني يفترض أن تكثر فيه الأعمال الصالحة، يعني على الأقل يقدموا شيء، يقولوا ها نحن أفرجنا على هؤلاء المختطفين إكراما لهؤلاء الأمهات الواقفات أمام الأبواب؟ طبعا هذا السؤال انا قد سالته لنفسي الاف المرات حتى وانا مسجون، ماذا يريدون منا؟ يعني بتصيبني كذا، انا يعجبني اسال على كل شيء لازم اطرحه تحت المجهر، تحت الميكروسكوب. قلبت كل الاجابات على هذا السؤال الذي تسالينه، ما كل في الاخر وصلت لنتيجه واحده، ان فيهم شيء من الساديه التي تعريفها أنه يتعذب ويتلذذ بتعذيب الآخرين، لا فائدة معه على الإطلاق. وهناك شيء من التشفي، وهناك شيء من الكراهية. إذن هو مجموع هذه الأشياء، هو لا يستفيد، هو فقط يتشفى ويتلذذ ويكره ويمارس مرضه، يعني بيلبي رغبة مرضه وهو السادية باختصار. نعم. إذن بالمقابل، منظمة سام أصدرت اليوم بيانا يدعو جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن المختطفين المدنيين. هل تعتقد أن مثل هكذا مبادرة يمكن أن تكون واقعية في ظل هذه الظروف؟ أعتقد أنهم يجب أن يبحثوا عن أشياء البيانات، ولا كلام فارغ، ولا هم آسفين بها. أنا بصراحة أضيق بالبيانات. أنا أريدهم أن يفكروا بخطوات عملية كيف يمكنهم أن يخرجوا هؤلاء الأسرى. أريدهم أن يذهبوا ويستحدثوا هذه المناصب التي اقترحتها، منصب للتحالف، يا تحالف أنتم تصرفون على المنظمات لكي تكف عن الزعيق ضدكم، بادلوها، قلوا لا تصرفوا بأي شيء من الأموال أو من المعونات
أو المساعدات إلا مقابل الإفراج عن المخفيين قسريا. يروحوا للرئاسة الشرعية نفس الشيء، يروحوا للقيادة العسكرية يقول لهم ائسروا ائسروا ثم بادلوا بالمختطفين، وبعدين يروحوا لرئاسة الحكومة ولا يوافقوا على أي اقتراح بتعامل مع مفوض دولي ولا مارتن جريفيث ولا أي حد إلا المخفيين قسريا. كل ما حد يكلمهم يقول لهم المخفيون قسريا المخفيون قسريا، ولا يتكلموا مع أي حد إلا بحل مشكلة المخفيين قسريا. نعم، إذا الدكتور عبد القادر يعني اسمح لي أن أرحب بالأستاذ جمال معمري، سيكون معنا ولكن اسمحوا لي أن أستضيفه بعد هذا الفاصل القصير. اخرجوا عيالنا، اخرجوا اخوتنا، انا اشهدكم الله بحق الاخوه بحق الاسلام، خافوا من الله، احنا كلنا يمنيين، اسالكم بالله اسالكم بالله اخرجوا عيالنا من السجون، اخرجوا عيالنا من السجون. هذا شعار مرضي قصته لا يخرج، تخرج لا يخرج زوجها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بالضيف الذي انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال المعمري المختطف السابق في سجون الحوثيين من الرياض. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور. أهلا بك وحمد الله على السلامة. مؤخرا أنت سجين، يعني خرجت من سجون الحوثي قبل فترة ليست بالكبيرة، كيف تعلق على فعالية رابطة أمهات المختطفين اليوم ودعوتهن إلى إخراج أبنائهن قبل شهر رمضان، شهر التسامح والخير؟ سلمكم الله جميعا والحمد لله على السلامة للجميع، سواء كنت أنا أو كان الدكتور عبد القادر ضيفك الكريم، تحياتي له تحايا من قلبي، وكذلك التحية والتقدير لكم يا من استضفتمنا في قناة بلقيس، القناة الرائدة التي اهتمت بأمري وأنا في السجن، وكانت أول قناة ذكرتني. كذلك الشكر موصول لرابطة أمهات المختطفين، والتي ما تركت جهدا ولا آلت جهدا في المتابعة، سواء كان بعدي أو بعد السجناء الآخرين، جزاهن الله عنا كل خير. ما يقومن به من عمل إنساني لا يقوم به الكثيرين، بل أني أكاد يعني أقول أنه لأني لم أجد من يتكلم عني طيلة الفترة الماضية إلا رابطة أمهات المختطفين. هؤلاء النساء الكريمات من أمهات وبنات وأخوات بذلن أرواحهن في سبيل إخراج السجناء، وفي الكلام عن هؤلاء المستضعفين، هؤلاء المضطهدين، هؤلاء المخفيين قسريا. نعم أختي الكريمة، لا أجد ما أعبر به نحوهن، فليستمرن على ما هن عليه، وعملهن مشكور وعملهن يغيظهم. أنا بعد أن جئنا، بعد أن خرج الدكتور عبد القادر الجنيد فتح الله عليه وقمنا بالوقفة الاحتجاجية أمام الأمن السياسي، جاءوا إلي في العصرية وقاموا بضربي ضرب مبرح، يعني ضاقوا من وقوفهن على الباب، جاءوا ليضربوني ليقولوا أخرج التلفون. أنا لم أعرف أنهن يعني وقفنا أمام السجن إلا بعد خروجي، بعد أن قمنا بزيارتي بأنفسهم. فجاءوا لضربي وضربوني ضربا مبرحا وسحلوني إلى الشماسي، ويعني تلقيت أكثر من 70 أو 80 ضربة وكدمة وعصا وكيبل، يعني ضربوني ضرب مبرح جدا. كان الأستاذ القدير عبد الرقيب الجبيحي الصحفي، كانت دموعه تنزل من على خدي وتقطر على وجهي وعلى جسدي عندما كان يرى الدماء تنزف من جسمي بكامله. ما استطاع أن يتحمل الموقف، وكان الهول عظيم جدا عند المساجين، لأنهم جاءوا فتحوا الباب وقالوا طلع التلفون. نحن لا نعلم لماذا ليس لدينا تلفونات، هم لا يسمحون حتى بالعلبة حق الماء الفاضية البلاستيكية أن تدخل إلى السجن.
هؤلاء الأوغاد كما ذكر الدكتور وذكرتم وذكر الكثيرون يتلذذون بتعذيبنا، يتلذذون بإهانتنا، يتلذذون بأي شيء له أي أثر في المجتمع، أي شيء جميل لا يحبونه، هم لا يرون إلا ثقافتهم العفنة، يريدوننا أن نقبل الركب، يريدوننا أن نقبل رؤوس هؤلاء الذين جاءوا بمشروع ولاية الفقيه. هؤلاء مرضى نفوس موبوءون عديمين الأخلاق، لا دين لهم لا خلق لهم، الوحوش بنفسها تعافوا صنيعهم. نقول لهم قد كرهتهم الحجر والشجر وكل شيء قد كرههم. نعم، إذا اسمح لي أنقل الحديث للدكتور عبد القادر الجنيد، وهو أول من أثار قضيتك معنا من هذا المنبر المساء اليمني في قناة بلقيس، وتحدث عنك ووصف ما كنت تعانيه. هو بطل. نعم، عودة إليك دكتور عبد القادر، كيف تعلق أو تتحدث مع الشيخ جمال المعمري؟ أهلا بالزمل، كيف حالك يا زمل؟ المساجين في مصر يسمون بعض زمل. أهلا أخي جمال، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، سلمك الله وحفظك، سعدت بسماع صوتك. كيف يعني ما كانش حد ابدا يتخيل انه هذا اليوم سياتي. من كان يظن يا دكتور عبد القادر ان احنا في يوم من الايام كنت اتكلم عني واصبحنا ضيفين على حلقه واحده، وفي القريب العاجل ان شاء الله نلتقي ونكون في استريو واحد باذن ان شاء الله. ان شاء الله يجمعكم استديو المساء اليمني يوما ما. الدكتور عبد القادر، يعني تحدث الاستاذ جمال يعني، وانت ربما تحدثت ايضا، المعاناه التي يعانونها من هم في سجون الحوثي، يعني كيف توجه رساله امل ربما؟ يعني معنا نموذج رائع للاستاذ جمال كنت تتحدث عنه في السابق وما زال في السجون، اليوم هو معنا على الهواء. القصص اشكال والوان اختي اسيا. في ناس قلة بيصمدوا وبيجدوا حرافة، يجدوا مهارة في التغلب على العذاب هذا. في ناس كثير بينهاروا يا آسيا، بينهاروا نفسيا وينهاروا عقليا وينهاروا جسديا، وفي ناس بيحاولوا الانتحار وفي ناس بينجحوا في الانتحار. حسب معلوماتي أنا في 3 قصص ناجحة، وفي هذاك الأمريكي الله يعلم كيف قتل نفسه أو كيف قتلوه. الحياة بائسة جدا جدا جدا، يجب أن نهب كلنا لعمل شيء لمساعدتهم. ما فيش رسالة ممكن، تساعدهم غير العمل. ما فيش رسالة ممكن تساعد، البيانات ولا تنفع بشيء، حسن النية والطيبة ما تعمل شيء، لازم عمل عمل عمل، ولازم عمل مبادلة، ولازم عمل يخلي الحوثيين يبادلوا ويخرجوهم مقابل أشياء. ما لن يخرجهم الحوثيون أبدا طوعية، هذا الآخر. والأمل، الكلام ما هوش كفاية يا آسيا، لازم عمل. نعم، احتمال دكتور صحيح، يعني الحديث كما قلت يعني ليس كافيا، للبيانات لم تعد تجدي يعني مع جماعة مثل هذه الجماعة، ولكن يعني ربما أنا أعطي أمل لأمهات المختطفين يعني أن يستمر في هذا العمل. يعني كما تحدث الأستاذ جمال، يعني كان يشعر أنه الوحيدات التي يتحدثنا عنها، الوحيدات التي وقفنا مع أستاذ جمال. لو تحدثنا معك يعني دكتور عبد القادر، لم يلحق رمضانا واحدا في سجون الحوثي الحمد لله، لكن أنت بالتأكيد مرت عليك أيام عصيبة. يعني أمهات المختطفين كأي أم تشعر بالأسى أن ابنها في السجن في شهر فضيل، شهر رمضان الذي يعني معروف بمدى التراحم الذي يحصل فيه، مدى التقاء الأسرة الكبيرة، مدى يعني على مائدة واحدة، كل هذه الأشياء افتقدناها الأمهات. كيف كان يمر عليك رمضان في سجون الحوثي؟ والله رمضان هو مش بس يعني كما أسلفتم بس للأكل، ولا أسلفتي أنه الموضوع موضوع تراحم وتكافل، وهو فعلا مثل ما ذكر الدكتور أنهم بيمصمصوا الحاجة. يعني والله لو تشوفي إلى درجة أنهم يتمنوا الحبة التمر، يتمنوا
انها تدخل عليهم اي حاجه من لا شيء. يعني لو دخل لهم حاجه يعني ب 20 سنت حيكونوا محظوظين. طبعا في رمضان هو ما يفرقش، اقول للدكتور عبد القادر طبعا بيجيبوا لبن. هو يعني كان على ما جاء هو عندنا في بدايه السجن كان الوضع مختلف تماما، اما الان يا دكتور عبد القادر الفول حقهم ولا العدس ولا هذا ما تعرف شو هو فول ولا عدس، ما تعرفش اللبن هذا هو لبن، يعني بيجيبوا حاجه غريبه ما تقدرش تفهمها، كلها مخلطه مع بعض ويعني تنزل العيش ويطلع زي ما هو. وضع يعني سيء للغايه، الناس يعني في حاله سوء تغذيه، في حاله اوبئه بداخل السجن. ولكن من هذا المنبر اريد ان ابشر امهات المختطفين ان غدا ان شاء الله تعالى، وابشر كل من يراني ان غدا في المؤتمر الصحفي ساعلن عن 4 أشخاص ما زالت امهات المختطفين تبحث عنهم، اريد ان ادخل لهم السرور باذن الله، لهم سنوات طوال لا احد يعلم عنهم اي شيء، وانا تكتمت على الموضوع لاضعه في المؤتمر الصحفي. فرحين دالحين يا استاذ جمال، قل لنا اسمائهم الان، خليهني فرحين يعني يرقد. لا 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 لا، يتابعوا بكره. اذا تمام، لا مشكله. الساعه 12 بالسفاره اليمنيه حتحضرها يعني دول ال 18 الراعيه للعمليه السياسيه في اليمن، وطبعا حجيب تفصيلهم ان شاء الله. واقول للدكتور عبد القادر اللي يعذبوني يا دكتور في الامن القومي، مش بس الفيديو اللي تهرب او 2 أو 3، اسماء الايرانيين واليمنيين اللي كلمتك عنهم حتخرج اسمائهم غدا للعلن باذن واحد احد. جميل جميل، اذا تعليقك دكتور عبد القادر. ايش من تعليق؟ بدون تعليق، كلها اشياء رديئه للغايه. لا تعليق، اعتقد. اذا انت اريد ان اؤكد على هذاك الاقتراح باستحداث منصب لمتابعه المخفين قسريا في قياده التحالف وقياده الشرعيه وبرئاسه وزراء الشرعيه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك جمال معمر المختطف السابق في سجون الحوثيين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، ونسأل الله لك السلامة ولبقية المختطفين، ونتمنى أن تثمر جهودك التي تقوم بها بعد خروجك. إذا دكتور عبد القادر، يعني ألا يخشى من مسألة عدم الإفراج عن مختطفين جدد حتى لا يثيروا على الحوثيين يعني العالم من خلال الحديث عما يحدث لهم في السجون من خلال الأنشطة التي يقومون بها، ما رأيك في هذه النقطة؟ لن يصيبهم أكثر مما هم مصابين به. تصوري اليوم الصبح جت لي رسالة، واحد بيحكي لي بيذكر اسم واحد وبيقول فلان فلان ما تعرفش عنه حاجة؟ قلت له لا ما أعرف، قال يعني لو ظهرت في قناة لو في، قلت له أنا بظهر بعد ساعات في قناة بلقيس. قال بعدين رجع غير رأيه، قال لي رجاء رجاء لا تذكرش اسمه، خايف لا يعملوا فيه حاجة. أنا مش عارف، أنا نفس المشكلة دي مرت بها مع جمال، كانوا ناس يقولوا لي لا تذكرش اسم جمال. بعدين اضطريت في الآخر بعد ما تعبت إن أنا عملت المنشور الشهير هذاك والمقابلة معك يا آسيا. أنا رأيي أنا من أنصار المكاشفة والمصارحة، ولن يكون ضرر الصراحة والمصارحة أسوأ أو أكثر فداحة من ضرر الإخفاء. يكفيهم أنهم مخفيين قسريا، لا نزيد أن نخفي أسماءهم ومشكلاتهم وعذابهم. نعم، طيب دكتور عبد القادر، يعني لما لا يفعل موضوع تبادل الأسرى بشكل أكبر، خاصة يعني في شهر رمضان، فرحة لهؤلاء الأمهات ولهؤلاء المساجين؟ يعني لما تنتظر الأطراف، لما لا تضغط الحكومة الشرعية في مسألة تبادل الأسرى إن ما زال يعني هذا الملف، ربما كل من خرجوا في الآونة الأخيرة هو في صفقات التبادل، يحطوها على رأس الأولويات والمسألة كلها ستتحلحل. هي ليست موجودة على قائمة الأولويات، المخفيون قسريا. نعم، هذا مؤسف. يجب أن توضع على رأس الأولويات. نعم، إذن يعني هل برأيك يعني ما زال
هناك وقت أو ما زال هناك فرصة لتفعيل هذا الملف أمام المجتمع الدولي؟ كل يومك يبدأ من بكرة، هذا مثال يمني، أول العمر يبدأ بكرة. أيوة ممكن حتى بعد بكرة يبدأوا يفتحوا الملف، يفتحوا طول الوقت وضروري سيحصلون على ثمار، فليأسروا منهم كما يأسرون منا، لا يسمحوا بأي سنت أو بأي مساعدة أو بأي فتح مطار أو بأي شيء يدخل إلى مقابل إقفال هذا الملف تماما. هذا الملف لا يجب أن يكون موجودا من أصله. نعم، لكن يعني ألا تجد دكتور يعني أن المقايضة بهذا الشكل، عدم دخول المساعدات المطارات إلى ما إلى ذلك، يعني كأننا نتعامل ميليشيا بميليشيا؟ الحكومة في نهاية الأمر هي حكومة مسؤولة عن الجميع، مسؤولة لتوفير ما تستطيع توفيره للجميع. يعني من يقعون تحت حكم الحوثي ليس ذنبهم ذلك، ومسؤولية الحكومة أيضا هؤلاء المخفيين قسريا. نعم، بطرقها يعني، نعم بطرقها تستطيع الضغط بأشكال مختلفة بسيطة. لا هو بسيط، يقول له أيوة احنا بندي مساعدة لأهلنا الواقعين تحت حكم الحوثيين، ونحن نعرف أن المستفيد الأكبر من هذه المساعدات سيكون نظام حكم وسيطرة الحوثي. إذن شوف يا حوثي، نحن لن نساعدك على إحكام السيطرة على أهلنا إلا إذا أخرجت المخفيين قسريا. هذا ليس عيبا وليس شذوذا وليس فيه ما يسيء. نعم، إذن يعني برأيك دكتور، يعني أنت قلت بأن البيانات لم تعد تجدي ولا النوايا الحسنة لم تعد تجدي، يجب الضغط من جميع النواحي لخروج هؤلاء المختطفين. هل تعتقد أن أنا أتعب من البيانات؟ البيانات تجيب لي الإزعاج يعني، وقفز فقهاء يعني ربما كل فئة يعني هي تمارس عملها بطريقتها، يعني المنظمات الحقوقية ما الذي بيدها سوى أن تصدر تحاول البيانات؟ تحاول أكثر، لأنه يعني البيان أنا مستعد أكتب لك 10 بيانات في 4 دقائق وبعدين. نعم، يعني تجد أن البيانات لا قيمة لها. طيب يعني بالنسبة لأمهات المختطفين واللاتي يعني يرسلن رسائلهن لمنظمات المجتمع الدولي، لما يعني لما تعتقد المجتمع الدولي صامت؟ نعم اسمح لي أكمل السؤال، يعني المجتمع الدولي الذي تقوم له الدنيا حين يعني تتضرر امرأة هنا أو هناك، لما يجد يعني صوت أمهات المختطفين ليس مزعجا بالنسبة له، ليس مؤثرا بالنسبة له؟ يعني 3 سنوات هن يرسلن البيانات تلو البيانات، ولكن لا حياة لمن تنادي. المجتمع الدولي فاتر وعنده فتور، هو يستعمل كل ملفات حقوق الإنسان كما يشاء عندما يريد، ويرفعها إلى السماء 7 لأغراض سياسية، لكن هو أيضا يريد منا أشياء، فلنكن مزعجون للمجتمع الدولي ولا ننفذ له هذه الأشياء إلا إذا نفذ لنا الإفراج عن المخفيين قسريا. المجتمع الدولي يحتاج إلى ضغط منا، لن يعمل شيء وحده. نعم، إذا نتمنى أن تصل رسائلك في هذه الليلة دكتور عبد القادر إلى من يهمه الأمر، أو إلى من يعني هو مفترض أن يكون معنيا بهذا الأمر، الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.